بناتي كديري، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي ساهله ماهله وناجحه مليون في الميه، ديال البغرير. المهم البنات، انا غادي نحتاجوا هنايا في المكونات 300 غرام ديال السميده رقيقه كما تشوفوا، 300 غرام. وهنايا غادي نحتاجوا واحد تقريبا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات ولا الخميره المعجنه، المهم اللي عندكم اللي كيتوفر عندكم. غادي ديروا 20 غرام تقريبا، معلقه كبيره ما عمرش بزاف. وعندي هنا شويه ديال الملحه، وعندي صاشيه ديال السكر فانيلا، وعندي صاشيه ديال خميره كيماويه والماء دافئ. هادشي كنحتاجو البنات فهاد المكونات. المهم هادو هما المقادير ديالو. غادي ندير دابا، غادي نزيد الخميره الكيماويه ديالي، وغادي نزيد السكر فانيلا، وغادي نزيد الملح ديالي على حسب الذوق البنات، وغادي نزيد الخميره حبيبات، وغادي نبدا نخلط العناصر ديالي، نخلطهم هكا تيتميلونجاو، ونبدا نزيد في المدافي بشويه بشويه، وانا تنخلط. صافي شتو حتى تيولي لنا جاري الخليط ديالنا. ودابا البنات غادي نخلطو بالخلاط الكهربائي، وهذا هو القوام ديال البغرير ديالنا حبوباتي كي تشوفو. صافي دابا غادي نديرو في واحد المكان دافي يخمر ليا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، المهم على حساب. انا دابا غادي نديرو غير 5 دقائق حيتاش مسخنه الفران واحد شويه، وغادي نحطو فيه مسخنه وطافيه، وغادي نحطو فيه يخمر ليا واحد شويه، ومن بعد غادي نخدم به. المهم البنات انا دابا كي قلت لكم، ولا نتوما ما كاينش ما تدخلوا لا الفران لا والو يخمر، ديروه غير في شي بلاصه دافيه وغطيوه، غطيوه مزيان بشي حاجه ثقيله وخليوه 10 دقائق ولا 20 دقيقه حتى يبان لكم الفقاعه تاعو. الا كان البرد خاصكم تخليوه واحد 20 حتى 25 دقيقه، كان الجو دافي خليوه غير واحد 10 دقائق. هنايا حبوباتي من بعد ما اختمر لينا شتو كيخرجوا هاد الفقاعات هكا صغارين. صافي دابا ها هو القوام ديالو كي تيبان لكم، دابا غادي نبداو على بركه الله. هنايا حبوباتي من بعد ما اختمر لينا شتو كيخرجوا هاد الفقاعات هكا صغارين. صافي دابا ها هو القوام ديالو كي تيبان لكم، دابا غادي نبداو على بركة الله. هاتي واحد المقلاة هكا صغيورة تكون ما تتلصقش، وغادي نديرها على نار متوسطة حتى تدير ليا تسخن.
ندير غير صغيور، يعني الا بغيتو نتوما ديروهم كبار ديروهم بحال هاد المقله هادي. انا هادي ولات تلصق ليا، خصني نشري وحده اخرى. دابا غادي ندير غرير ديالنا، كده تشوفوا غادي نخليه يتقب على خاطرو. قلت لكم انا مهيله باش ما يتحركش لنا من التحت، وسميتو الفوق باقي ما طاب. ها نتوما البنات غنخليه يتقب على خاطرو ويطيب لي هذيك العجينه اللي الفوق صافي، وغادي يكون واجد ليا. كده تشوفوا بدات يتقب. وهذا هو الشكل النهائي يا حبوباتي ديال البغرير ديالنا. هانتوما شوفوا كي تيجي متقب وتيجي زوين ومحمر من التحت. ها هو البنات تيجي صراحه زوين، وهكا ممكن تقدمو مع العسل. انا صراحه تيعجبني هكا البغرير متقدمي مع العسل، وكل واحد كي تيفضل، كاين اللي تيبغي مع الزبده مذوبه، كاين اللي تيبغي مع الزيت، المهم كل واحد كي تيفضلو. والمهم الطريقه البنات كي قلت لكم راه ساهل وتيجي زوين وتيجي كي قلت لكم تقب وناجح 100%. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا جيم وابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي.